عمر قال لي انت وينك هلا بالمحكمة؟ لا، قدمت افادتي كشاهد وطلعت من هنيك. معناتها بترجع اليوم؟ ما فيني ارجع، ما له حدا هون، رح استنى لحتى حدا يجي يستلم الجثة. كيف يعني؟ معقول ما له قرايبين بنوب؟ بلا، له قرايبين كتير. شو بيعرفني؟ بس انا خبرت رفيقه، اسمه سينان. هو اللي رح يجي ليستلم الجثة من هون، ورح ياخدوا عيال دار ويدفنوا هنيك. ماشي، بنبقى بنحكي. المهم هلا لازم نخبر نور. المفروض نخبرها، بس قلي كيف؟ المخلوقة كانت عم تطلع وبجوز هلا تكون ولدت. كنا ملبوكين بالعرس ونسينا نطمن عليها. معناتها خليني انا اخبرها، لازم تعرف. لا لا، ما رح يمشي الحال على التليفون. على كل الاحوال انا بمرق لعندها اليوم وبخبرها. خلاص عمر، اطمن، انا بحكيك بعدين. يلا مع السلامة. رح ياخدوا الجس اليوم على يلدر. ونور لهلا ما عندها خبر بموته؟ ومن وين رح تدرى اذا نحن ما خبرناها بموته؟ كيف رح نخبرها؟ المخلوقة لساتها ولدان جديد. بجميع الاحوال هي رح تعرف. بس ما بيصير، بقصد لازم حدا يروح يخبرها. معك حق، انتو قلتوا انها ساعدتكن كتير. لولاها كان صار شي لكريم لا سمح الله. ما هي لو ما هي خبرتنا ما كنا عرفنا بخطة مصطفى، وما كان المسك الزلمة اللي بعده. رغم انها مرته لمصطفى، بس وقفت معنا بكتير مواقف، لهيك نحنا ما لازم نتركها لحالها ونوقف معها بهيك ظروف. صار لي من الصبح ناطرة، ظاهر انه لسه ما دريوا. بيكون احسن تركيهم بلا ما يعرفوا من على بكرة الصبح. خلص ميسر، بكفي بكي، خلص حاجة، لا تبكي، خلص. مو بيدي لمعي، شو ساوي؟ صحيح انه هو اذانا، بس الواحد بيزعل عليه. مسكين لساته باول شبابه، وشو بدي اقول انا لكان كمان اللي بعرفه من هو وصغير. والله اختي انا كمان زعلت عليه كتير. يا حوينة شبابه، قهرني كتير هالمصطفى، مو شوي، وخاصة بعد اللي عمله مع فاطمة اختي، كتير ضايق بحياتها، بس بيضل انسان كمان. لهيك انا زلت على مرته، والله حاسس اني مقهور من جواتي، بس كمان الغبي هو بايده اللي حفر قبره. المسكين راح هلا لحقن لامه وابوه. مزبوط، الله يرحمهم كلهم ويسامحهم. منيح اللي مانن عايشين ليشوفوا موتة ابنهم قدام عينه. ايه، مات قبل ما يشوف ابنه. يا ترى ولدت نور؟ ما بنعرف. يا الله، كيف رح نخبرها بهالخبرية؟ رح حضر حالي مشان روح، شو بدي ساوي؟ خليني روح معك. ايه روحي معه، لا تتركي لحاله. لا خليكي انتي، انا بروح لحالي. لا ما بيصير، والله صعب عليك تخبرها لحالك. خلص ماشي، بس ما في داعي تخبرون للولاد. لك حاجتكم بقى، حتى بهيك يوم عم تحاولوا تضايقوني. لك شو بك ميسر؟ ليش هيك عصبتي فجأة؟ يعني ما فهمت قصدهم لمعي؟ ما انك شايف كيف عم يقصدوني إلي؟ يعني أنا اللي رح خبرهم؟ ما عندي لا شغلة ولا عم غير إنه الأخبار. إن شاء الله تطلع روحي وارتاح منكم. شو صار؟ ما صار شي. لك شبها هي. خلص نزير، أنا بروح معك ومنخبرها أنا وياك ومنتساعد. مثل ما بدك. لمعي، أنا بس حبيت نبهها حتى ما تخبر فاطمة وكريم وتنزعلهم فرحتهم. ولا يهمك، أنا فهمان عليك، لا تزعل. يا الله، انسى اللي صار نزير ولا تتضايق، اللي فيه إبرة بتنغزه. المهم لازم تروحوا لعند نور وتخبروها. بكفي سامي، الله يخليك سرعتنا. ها لسه بدي اعلق خرزة زرقاء. ايه والله نيالك، شايفة زوجك ما عم يتركك ولا لحظة، مو مثل جوزي، اجا فرجاني حاله ودغري هرب. هلأ بيكون قاعد بالقهوة ولا على باله. بأول مولود إلي جوزي كان طاير عقله فيه، كان يجي لعندي حامل ومحمل، بس بالتاني ما عاد سأل. وشوفي بهالكيس؟ خدي هاي، حطيها على راسك. لك شو هاد كمان سامي؟ هيك العادات عنا. مو معقول، وبتفهم بالعادات؟ جبت شوكولا كمان، وهي بعدين بتشوفيها. فرجيني هلأ. بعدين؟ هاد فرجيني. ليش بع البيبي بالأول؟ شكله شبع، ما عاد رضع من صدري.
ييه سامي شايفتم وانفه شو حلوين؟ طبعا حلوين. بيسمحوا لي احمله؟ خود احمله سمي بالاول، حط ايدك تحت راسه، ها؟ امسكه. مين هالحلو ام؟ قلي لشوف. يا حلو من وين اجيت انت؟ بكره بنلعب طابه سوا. ندير بالك انت بس كبر بسرعه. انت نعسان يا ابني وبدك تنام؟ يلا تعال احطك على تختك. دخيله انا، دخيله. يلا نام حبيبي يلا. سامي عن جد ما في منك. تفضلي. يسلموا. شكرا كثير. شو هاد؟ امين. شو هي؟ يلا افتحيها. تفضلي. شكرا. مبروك المولود. تسلمي. مين؟ سنان. شو بده؟ ليش عم يدق لك؟ اكيد بده يسالني عن مصطفى. لا تردي. بيرجع بيتصل. هاتي خليني ارد عليه. لا استنى انا برد. ألو؟ ست نور أنا وصلت، أنت وينك هلأ؟ شو قلت؟ عم قلك ليكني هون. لوين وصلت؟ هلأ وصلت لأزمير. أنت هون ما هيك؟ لا أنا هلأ باسطنبول. مو جاي على الجنازة؟ أنا جنازة. ست نور جنازة مين قصدك؟ سنان احكي شو صاير؟ مين متوفي؟ نور مصطفى توفى؟ مصطفى ما هيك؟ البقية بحياتك ست نور. هاتي الموبايل ناوليني. ألو أنا سامي.